ما تتجننش يا راشد، ما تتجننش وتضيعنا. كلام ده صح، اديني يومين اشمشم لك وافهم اللي حواليها. ترى يا جدعان في ايه؟ وانا جاب عقارة في وشها، ده انا هقعد اتكلم معاها. يا عم هي عبرتنا لما رحنا لها الشركه دي ولا بصت في وشنا؟ عشان كنا في الشركه وحوالينا ناس وهلم، انما لما اجيبها هنا ونقعد لوحدينا وافهمها ان انا بحبها واقول لها ان انا مسامحها على غلطه جوازها، تقوم هي كمان مسامحاني على غلطه الحسن، مش كده ولا ايه يا فتون؟ غلطه قصاد غلطه. هي ايه حكايه الحسن ده؟ انا معرفهاش. الباشا بيتكلم. حوار كده كده بعدين. الو، عايزك يا فتون. ايوه يا فخامه، عايزك يا فتون دلوقتي. والنبي كان على عيني، بس لا مؤاخذه يعني اصلا انا ورشت في موضوع كده ومشكله ومش هقدر امشي. انا قاعد بشرب وفاضل في الازازه شويه صغيرين، على ما اخلصهم تكوني هنا. طيب يا اخويا. حاضر حاضر، بالسلامه انت. مع السلامه. ايه سكران وبيزعق وعايزني اروح. تروحي فين يا وليه؟ انا مش قلنا بقى نبطل الشغل القرف ده؟ استقبلتي؟ بقول لك ايه، ما اقدرش اقول لا يا اخويا، ده عارف اولنا واخرنا واحنا فين وبنعمل ايه وهنعمل ايه. يوه جرى ايه يا راشد؟ في ايه؟ ده هي ساعه زمن يا اخويا، هروح وارجع، وبعدين ما انا قايله لك على كل حاجه، انت هتستهبل. شوفي عشر رجاله باي سعر ما تفصلش معايا. اوامر. انت مصدقه ان اللي حصل ده ممكن يكون صدفه؟ والله انا بقيت بصدق اي حاجه. علي ما كانش جاي يقتل عسليه، علي كان جاي يقتل داليا. عارف يعني ايه داليا؟ ده انا كان بيني وبين الموت ثانيه. سامح وهاني يعملوا كده؟ غريبه. علي قال لي ان هما دفعوا له فلوس كتير قوي عشان يقتلني. هيستفيدوا ايه بس لما يخلصوا منك يعني؟ الشركه خلاص مش هتبقى بتاعتهم. عشان ينتقموا مني، ده كفايه ليهم. انا مش عارفه ليه سبت شاهين لوحده جوه. هقوم اجيبه يقعد بينا هنا. ليه بس كده؟ خليه. انت مش سايباه مع فردوس؟ خايفه من ايه؟ لا ولو، انا بقيت بخاف. كلها ساعتين ثلاثه والامن هيجي ومش هيبقى في اي حاجه تخافي منها. طب خلي جنبي مختار لغايه النور ما يطلع. عاملك قهوة؟ أشرب وأصحصح شوية. ماشي. يا رب. مقدم صبحي سيف، مكتب مكافحة المخدرات. أنت البواب؟ لا أنا السكرتي اللي هنا، أنا اللي بسكنهم وأخدمهم وأشوف طلباتهم وحلل الرزق. عادل فكر شحاتة ساكن هنا؟ أيوة يا باشا، في الدور الأرض ده. مين ساكن معاه؟ مراته الست فتون. مراته؟ أيوة مراته. ساكنين هنا بقالهم قد إيه؟ تقريبا حوالي 3 سنين. هو عادل الباشا ده ليه في المخدرات يا باشا مش كده؟ إحنا لسه بنتحرى عنه. والله انا كنت شاكك فيه، والست فتون بتاعته دي ست مش مظبوطه. مش مظبوطه ازاي؟ كانت مرافقه عيل في الشقه ديك اسمه ناير كده، عايش مع ابوه لوحده، وتقريبا عادل بيه جوزها ده عارف ومطنش بيبعتوه بره البحر في اي وقت ويجيبوه في اي وقت، وبقت حاجه مليطه. ده غير الكلام اللي انا بسمعه. اعدام، سجن، قواضي. أنت متأكد إنهم متجوزين؟ أيوة يا باشا، لما جم يمضوا عقد الشقة مع صاحب العمارة أنا كنت موجود، وطلعوا عقد جوازهم وأنا شفته بعينيا، كان عقد جواز عرفي. أنت اسمك إيه؟ سيد يا باشا. روح من هنا يا سيد. حاضر حاضر يا باشا. عارفة تنامي؟ لا. ليه كده؟ خايفة.
من ساعة ما شفت علي وأنا افتكرت الأيام السودة، أيام ما كنت بخاف. ممكن ما تخافيش وأنا جنبك؟ ما خافش إيه مختار؟ دول دخلوا بيتي النهاردة علي، يا ترى بكرة هيكون مين؟ ربنا يستر. خلاص بقيت حاسه ان محدش يقدر يحميني، ده انا بقيت بخاف من الناس كلها حتى انت مختار، بقيت حاسه اني بخاف منك. تخافي مني انا ليه؟ انت بقيت تعرف كل حاجه عني، كل مره بتطلب مني انك تبقى جنبي وانا مش عارفه اعمل ده، خايفة لا يجي يوم انت كمان تنتقم مني. خلاص انا اخرج انام بره لغاية لما الامن يجي. معلش يا مختار انا اسفة، انا عارفة ان انا بقول اي كلام، متزعلش مني بليز. ولا يهمك. ماشي يا فتومة، هو العيال أصلها دول، العيال دول.